Calico Ghost Town. الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد ورحلة جديدة ومكان جديد. هذا سيدي فيلاج قديم مهجور، يعني كانوا الناس ساكنين هنا وهاجروا هذا الفيلاج، مبقى حتى واحد ساكن هنا. محافظين على هذه البنايات، كتخلص 8 دولار يعني تقريبا 80 درهم الواحد، وكتدخل كتمشى. الاسم ديالها راه هي الفوق في الجبل كاليكو، اللي عنده مع افلام الويسترن وتاريخ الويسترن ديال امريكا. جغرافيا رحنا في لوسيد ديال كاليفورنيا، جنوب كاليفورنيا. شوف هاد العجب، هادي بومبيا. واو، اوكي. المعلومات ديالها هي هادي، راها 1888 كانت كتجر بالعودان. اذا السؤال اللي كيطرح نفسه هو علاش الناس هاجروا؟ كاين هنا المناجم، الناس كانوا خدامين هنا وعايشين هنا حياة عادية، ولكن منين المنجم ما بقاش فيه المعدن كلشي هاجر. هذه هي حياة المناجم، الناس ملي كيجيو كيخدموا في المنجم، كيسكنوا في المنجم، ومن بعد كيهاجروا مني. وهذه بيت الماء، مرحاض قديم ديال الناس اللي خدامين في المنجم. هنا الصالون زعما، هنا فين كانوا كيتجمعوا ويقصروا. اذا هاد الكريريسا بيكوس سيلفر لورد، كاينه كريريسا كيف كتشوفوا. ها هي هادي شي مرة لاباس عليها، ولا شي وحدة انسانة محترمة اللي كانوا ذاك الوقت عندهم هاد الكريرسة. وهذا انا هلا. هذا كاندل كامباني، يعني كانت هنا شركة ديال الشمع، سميتها كاليكو كاندل كامباني. هنا كانوا كيصنعوا الشمع. باش تعرف الشمع كان عنده قيمة في ذاك الوقت. هنا فين كانوا كيستحموا، هذا حمام. يا يا تشاينيز بعد. هذا المنجم كاليكو تفتح في سنة 1881، وكان فيه 3000 نسمة من السكان والشغيلين في المنجم. ما بين 1881 و 1907، يعني في ظرف 26 سنة، المنجم انتج 20 مليون دولار من الفضة و 10 مليون دولار معادن أخرى. وهذا الفيلاج تحول إلى منتزه في سنة 1973. إذا من هنا منين كيبدأ التور، يعني الجولة، كيكون معك الجيد. اذا من زاوية اخرى كنشوفوا المدينة. ها الناس كيفاش كانوا كي مظهر ديالهم، ديما السلاح. اذا هذه هي المعادن والكروسة ديالهم. وهذا التران صراحة تقال البنشلية ديال المعادن، ولكن التران كيبان لي تران سياحي. وقيل هذا هو اللي كيركبوا فيه عباد الله ويديروا به التور لداخل في المنجم، ولكن حيت كورونا كل شيء واقف. اذا يا
كما توقعت ملي كتجي كتخلص التور كيركبوا الناس في هذاك التران هذا صغير وكيديك لهيه المنجم كيدخلك المنجم ويعاود يخرجك. ولكن كيف قلت مع كورونا كل شيء متوقف. شوف الناس في كانوا ساكنين غير تما غير دايرين غير الغيران. شوف الدار هذه تا هي علاش واقفه اذا من زاويه اخرى. للاسف الجو ما مساعدش. اجي يعني كون كانت شميسه ونهار مشمس غادي يبان لكم منظر زوين هنا. انا فريمون راني طلعت للفوق اوكي. جغرافيا المنطقه هذه الاسم بعدا ديال الفيلاج سميتو كاليكو راه حتى في الجبل مكتوبه كاليكو. موجوده سيدي ما بين لاس فيغاس و لوس انجلوس. الى كنتي جاي من لاس فيغاس تقريبا شي ساعه ونص ديال الطريق كتوصل لهاد الفيلاج سميتو كاليكو. اقرب مدينه لهاد الفيلاج سميتو بارستو. اللي بغى يجي يريح في شي اوتيل يريح بارستو. طلعوا في هاد الجبل هذا شوف اوه كنظن هنا راه يليقوا يديروا شي فيلم ديال الويسترن. هنا راه عندهم كل شيء. هنا سيدي كيف قلنا كنيسة ديال وهذيك مدرسة. هذيك مدرسة وهذيك كنيسة. إذن نشوفوا هاد الكافي ما نظنش راه حالة ولكن نشوفوها فيها منظر زوين. انتر اونلي مانظنش كاين شي واحد تما. إذن هادي كافي باقا خدامة أصلا ولكن دابا مع كورونا سادة. ما هي مني غترجع الحياة عادية ويجيو الناس يفيزيت يشوفوا هاد الفيلاج يلقاو ما ياكلو. إذن هذا منظر آخر fresh hot popcorn. يا سيدي كيقول لك هنا في كيبيعوا القليه سخونه راه هي يعني ملي كيكون الرواج راه حتى مول القليه كيكون هنا يبيع القليه. اللي كيعجبني انا في داك الديزاين القديم هي دار بحال هكا الطيور بحال هكا هادشي القديم ديال الويست ما تلقاه الا في غرب امريكا. كل شيء بالعود. هذا راه شوبين ستور بعدا يعني محل البيع والشراء كيبيعوا دوك المجوهرات القدام. سويت شوبس يا داكشي ديال الانتيك. هذا مسرح اللي فتناه.
كوبوي. هذا الحانوت الوحيد اللي حال هنا كيبيع هذوك لي سوفينيرز جيفت شوب يعني. فوق سمية كاليكو راهي الفوق هاي الشاي هادي كاليكو. هذا بار هنا فين كانت الجاستس هنا فين كانت العدالة. لبست الكوبوي شتيها كاملة بالسرج ديال العود. الناس مساكن مشاو لقاو فيهم مع القلائل لاحوهم. هذاك المحل سميتو دروغ ستور يعني فارماسيان. في ذاك الزمان عندهم فارماسيان. ها مكتب شريف ها الحبس شتي. هذا هو المكتب ديال الشريف. هلا شريف ما كاينش هنا فين كانوا كيعطيو المحابسيه الماكله. راه واحد المحابس شتي بانش لكم ظلمة القديمة. هذا الحبس إذن هذاك هو مكتب شريف. كام انسايد شنو هو هذا حلاق. الباد بويز اند باد جيرلز كاليكو برينت. ها هنا كيبيعوا الشمع جميع انواع الشمع. الشمع اللي فيه الريحة فيه اذن كيبان ليا الجو بدا كيتقلب. يا الشتا بدات كتصب الاخوان اذا غادي نحاول نزرب وصافي باش نكمل لكم الحلقه كامله. تاون هول اوكي. هنا في كاين المسؤول الحكومي اللي كيحكم على البلاد. اذا من هنا منين بدينا. يلا سيادنا تبارك الله عليكم. نتمنى هادشي يكون عجبكم.